المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أنيمي وود. لكن قبل ما نبدأ، ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا. وبنشوف كوان وهو محاصر من مجموعة المختالين، وفجأة بتتكسر الأرض تحت كوان وبيسقط في الجرف العميق. وبنشوف المختالين وما بيقولوا يبدو أنه لن يكون قادرا على النجاة، فبعد كل شيء هذا هو الوادي العميق، هناك الكثير من الوحوش الشيطانية بالرتبة الثالثة في الأسفل. وبينتقل بنا المشهد في أسفل الوادي، وكوان موقف على الأرض وبيقول: ما هذا المكان؟ هل سقطت إلى الأسفل؟ لحسن الحظ كانت تحميني بعض القوى الروحية، لم أتعرض لإصابات بالغة. وبيتفاجئ كوان وبنلاقي فجأة قدامه وحش شيطاني ذو رتبة عالية، وبيقول كوان: يبدو أنني سقطت في أعمق مكان. وبنشوف الوحش وهو بيهجم على كوان، لكن كوان بيفعل آخر طاقة روحية يمتلكها وبيقدر يتفادى هجمة الوحش، وفعلا بيوجه للوحش لكمة مميتة، لكن الوحش ما بيتأثرش. وكوان بيتفاجئ وبيقول: لا أصدق هذا، إنه لا يعمل. وبنشوف الوحش وجسمه بيزداد وقوته بتتعاظم، وبيقول كوان: لا، أنا لا أعتقد ذلك، أنت وحش يمكن أن يتطور بمفرده. وبينتقل بين المشهد إلى قصر لورد المدينة، وبنشوف إنه في تقرير اتقدم للورد المدينة، وشخص بيقول له: تقرير إلى سيد المدينة، ياو هوان سقط في الوادي، لا نعلم إذا كان قد مات أم لا، قتل اللورد ياو بوتيان أيضا في المعركة. وبيصدم لورد المدينة بالكلام ده، وبيقول لورد المدينة: ياو جوانق حتى لو ميت أرسل شخصا ما للبحث عنه فورا. وبينظر لورد المدينة إلى الشيخ فو شيخ عائلة ياو، وبيقول له: أنت وأنا على حد سواء، نعرف ما بداخل الوادي، إذا كان كوانغ هناك سوف يموت بالتأكيد. فبيرد عليه فو: ولكن أيها اللورد، لا، هذا هو سأري، أي سأري، ياو كوانغ مات الآن، أليس أهم شيء الآن هو مساعدتك في إعادته إلى المنزل؟ فبيرد عليه لورد المدينة: لا يوجد أي طريق آخر، حان وقت الإنهاء العمل. ويرجع بنا المشهد إلى ياو كوانغ وهو ما زال يقاتل هذا الوحش الروحي، ونشوف ياو كوانغ وهو مجهد من قتال هذا الوحش، وبيقول: هذا الوحش لماذا يمتلك كل هذه الطاقة الروحية؟ لكن الوحش بيهجم عليه، وبصعوبة يقدر كوانغ إنه يتفادى هجمة الوحش، وبيقول: يبدو أنه يتعين علي خوض هذا الرهان لنرى ما بداخل هذه الوحوش الشيطانية. وفعلا بيقفز كوان إلى فم هذا الوحش وبيقول: دخلت بنجاح. ونشوف كوان وهو فعلا قدر يوصل لمصدر قوة هذا الوحش الروحي، لكن لما يجرب كوان من مصدر هذه القوة بيتفاجأ وبيقول: هذه القوة الروحية، هل يتم إبعادي؟ لا يبدو أن شيئا ما متصل بقوات الروحية، أيمكن أن هذا الوحش الشيطاني؟ وفعلا بنشوف كوان بيطلق قوة منه وبيقول: سأجرب الأمر إذا، وبيضرب مصدر هذه القوة. وبنشوف الوحش الشيطاني هو بيصارع الألم، وبنشوف كوان بيقول: هذا صحيح، إنه قلب إمبراطور فنون الدفاع عن النفس. وبيتحول مصدر قوة الوحش إلى كريستالة وبيجرب منها كوان، لكنها بتتفاعل مع الختم اللي على صدر كوان، وفعلا كوانغ بيقدر يمتص قوة هذه الكريستالة. وبعدها بنشوف كوانغ وهو بيقول: بعد امتصاص قلب امبراطور فنون الدفاع عن النفس ارتفع مستواي الروحي على الفور، انا الان سيد فنون الدفاع بست نجوم، بعد ذلك يجب ان اعالج جروحي. وبعد مرور بضعة اشهر من هذه الحادثة، بنشوف كوانغ وهو ماشي في مدينة تيان، لكن هدومه ممزقة، وبنعرف ان هو رايح لعائلة لي، وبيقابل حراس القصر وبيقول لهم: مرحبا، انا هنا لرؤية رئيس عائلة ري. فبيرد على الحارس: اذهب، هذا ليس مكان مناسب لامثالك. فبيكشف كوانغ عن وشه وبيقول لهم: اخبرهم ان ياو كوانغ هنا من اجل رؤية السيد لي. فبيرد عليه الحارس: ايها المتسول كريه الرائحة، كيف تجرؤ على طلب رؤية سيدنا؟ من تظن نفسك؟ اخرج من هنا. فبيتعصب كوانغ وبيقول له: لو لم تكن من حرس عائلة لي لكنت قتلتك الان. وفجأة بيظهر صوت من خلف الباب بيقول: من سبب المشاكل عند البوابة؟ وبنشوف البوابة هي بتتفتح، وبيخرج منها السيد شاب بيكون هو مصدر الصوت.
وبنشوف الحارس وهو بيقول له هذا المتسول يعيق الباب، وعندما أخبرته أن يغادر قال أنه سيقتلني. أيها الفتاة، هل تعرف ماذا سيحدث لك إن تسببت في مشكلة في عائلتي؟ فبيرد عليهم كوانغ بيقول لهم أنا هنا لأجد شخص ما، من قال أنني هنا لأحدث المشاكل، وهذا الشخص هو لي هونغ فاي رئيس عائلة لي. فبيرد عليه السيد الشاب بيقول له ماذا تريد رؤية والدي؟ أنت متسول قذر، كيف يمكنك طلب مقابلته؟ وبنشوف شيخ عائلة لي هو بيقول أيها الفتى، هل تعلم أن لي هونغ فاي هو رئيس الأسرة؟ كيف تجرؤ على التحدث بمثل هذا الهراء؟ هيا أخضعوه. وفعلا بنشوف الحراس بيستلوا سيوفهم وهيجوبوا على كوانغ، لكن كوانغ بيفعل قوه ويقدر يتحكم في هذه السيوف. وبنشوف شيخ عائلة لي هو بيقول كيف يمكن أن تمتلك مثل قاعدة الصخر هذه؟ من أنت؟ هل يمكنك إخباري باسمك؟ فبيرد عليه كوانغ بيقول له أنا ياو كوانغ. فبينصدم الشيخ وبيقول ياو كوانغ. فبيرد على السيد الصغير وبيقول أنت من يتحدث عنه أبي دائما ياو كوانغ؟ فبيرد ياو كوانغ هذا الرجل المحترم، هل تعرفني؟ فبيرد عليه لا أنا لا أعرفك، لكن والدي كثيرا ما يتحدث عنك. وكم أنت جيد، أعتقد أنك مجرد متسول ترتدي مثل المتسولين ولا أرى مدى قوتك. لكن شيخ عائلة لي بيعتذر لياو كوانغ ويقول له تبين أنك الإبن الأكبر لعائلة ياو، كما ترى هذا الأمر غير محترم حقا، تعال خذ سيد ياو للاستحمام ولتغيير ملابسه. وفعلا بنشوف كوانغ بعد ما قام بالاستحمام وغير ملابسه بأن هناك أحد ما يقول له السيد ياو الأسرة ينتظرك في القاعة الرئيسية، اتبعني من فضلك. وفعلا بنشوف رئيس عائلة لي وبنشوفه هو بيقول لابنتك لانير عندما يأتي ذلك الفتى يا كوانغ عليك أن تعامليه بشكل جيد إنه خطيبه. فبترد عليه نارين بغضب أبي لقد أخبرتك أنني لن أتزوج إلا من رجل أفضل مني، ولكن إذا كان الوقت فأنا آسفة لأنني لا أستطيع فعل ذلك. فبيرد عليه ابنه بيقول يا كوانغ لقد رأيته للتو لم أجد شيئا مميزا باستثناء ملابسه الغريبة، فهو بالمتوسط مقارنة بي، بل هو أسوأ بكثير. فبيرد عليهم رئيس العائلة أيها الشقي ماذا تعرف عن ياو كوانغ؟ أثبت بفعل قوته في المعركة بين عائلة فو، ما زلت لا تفهم؟ أنت لا تقاتل، لن أنقل منصب رئيس الأسرة المستقبلي إليه. وفعلا بنشوف ياو كوانغ دخل عليهم وبيدي التحية للسيد لي، لكن السيد لي بيقول له ياو كوانغ ليس عليك أن تكون مهذبا، أنا ووالدك صديقان حميمان لذا يمكنك اعتباري كأب لك، ولكن آخر مرة تحدثت مع والدك قال أنك غادرت منذ شهر، لكن لماذا أتيت إلى مدينة بيتاو اليوم؟ فبيرد عليك كوانغ بيقول له لأكون صديقا معك يا سيد لي، عندما كنت في الطريق كنت محاطا ومخموعا من قبل عدد كبير من الأساتذة الذين أرسلتهم عائلة فو، قاتلت في وادي إزمو لمدة شهر تقريبا قبل أن أتمكن من الهروب. فبيتصدم رئيس عائلة لي بيقول له ماذا مهمة اغتيالك؟ كوانغ كيف هربت؟ هل ساعدك أحد ما في الظلام؟ فبيرد عليك كوانغ بيقول له لا لم يكن هناك، قتلت العشرات منهم. بعد الوقوع في وادي إزمو تعرضت للهجوم من قبل وحش شيطاني من الدرجة الثالثة، واستغللت ميزة الفوضى للهروب من الحصار. فبيرد عليه رئيس عائلة لي بيقول له إذا كان ما تقوله صحيحا فقد تمكنت من الهروب بفضل مقاتل مختص في الدفاع عن النفس، إذا يجب أن تكون قوتك على الأقل مساوية ليس فنون الدفاع عن النفس من فئة 7 نجوم. وبيقول له حسنا مثل هذا الشيء الكبير عاجلا أم أجلا سينتشر في جميع أنحاء العالم، أعتقد أن كوانغ لا يكذب. لكن بنشوف ابن السيد لي وهو بيقول لكن أبي أنا لا أثق في كوانغ، أظن أنه يكذب. فبيقول له رئيس عائلة لي إذا لم تكن مقتنعا يمكنك التنافس مع كوانغ، إذا خسرت سأعاقبك لمدة شهر بعدم الخروج. وبيقول له كوانغ شنغ في إذا كنت غير راضي يمكننا المنافسة، أعتقد أن الأفعال أكثر أهمية، ألا تعتقد ذلك؟ فبيرد عليه إذا خسرت عليك أن تناديني يا الأخ الأكبر. فبيرد عليه كوانغ نعم أعدك، ولكن ماذا لو فزت؟ فبيرد عليه إذا فزت سأعترف بك بصفتك صهرا. بيقول له ياو كوانغ دعنا نقاتل في الفناء. وفعلا بنشوف هما الاتنين بيستعدوا للقتال. وبيقول له كوانغ العم لي ابن اخ صغير لن يصطنع التواضع. فبيرد على رئيس العائلة بيقول له كوانغ العظيم ليس عليك ان تكون مهذبا،
ودع هذا الطفل يتعلم شيئا أيضا، لا أريد أن يكون متعجرفا طوال الوقت. وبنشوف السيد الشاب وبيقول لكوانو: لماذا أنت بطيء جدا؟ هل تريد تضيع الوقت؟ أستطيع أن أخبرك أنك لم تتنافس معي اليوم، فلن أتركك أبدا. فبيرد على كوانو: دعنا نجري مسابقة عادية فقط بخبطاتنا، لذلك لا تستخدم قوتك الروحية، وإلا سيكون الأمر سيئا إذا ألحقت الضرر بالفناء. حسنا، الأمر يرجع إليك في النهاية. وبنشوف السيد الشاب وهو بيفعل قوته الروحية وبيهجم على كوانوخ، بيقول له: دعنا نرى ما يمكنك القيام به. وبيهجم السيد الشاب على كوانوخ لكن كوانوخ لا يتحرك. وفجأة بيقف السيد الشاب وبيقول له: مهلا، ماذا تقصد بهذا؟ لماذا لا تفعل أي شيء؟ بيرد على كوانوخ: قم بما تريد، لا تقلق حيالي. فبيكمل السيد الشاب الهجوم وبيقول له: حسنا، أنت أردت ذلك. وبنشوف السيد لي هو وبنته وبتقول له: أبي، ما خطبي أو كوانوخ؟ لماذا لا يراوغ؟ ماذا لو ألمه الأخ فينر؟ فبيرد عليها السيد لي: هل تهتمين بشأن زوجك المستقبلي؟ فبتتعصب بنته وبتقول له: أبي، إذا قلت ذلك مرة أخرى لن أتحدث معك مجددا. فبيرد على السيد لي: حسن، لن أضايقك، لا تقلقي، هذا الطفل قوي جدا، فينر لن يكون قادرا على إيذائه. وفعلا هجمة السيد فينر مرت بجسد كوانر وبيتصدم، بيقول: مررت عبره، لقد قتلت شخص ما. لكنه بيتفاجأ ان كوانغ واقف خلفه، فبيتفاجأ فينغ وبيقول: هجوم متسلل. وبيعيد عليه الهجوم تاني، لكن كوانغ بيقدر يوقعه بكل سهولة. وبيشوف السيد ليو وهو بيقول: اذا كنت تتظاهر بالاغماء هناك فلن تخرج من المنزل لمدة عام. فبيرد عليه الشاب بيقول له: ابي، انا اتظاهر فقط. فبيرد عليه بيقول له: لا بأس، هيا استيقظ، لا تكن خجولا. بالمناسبة كوانغ، أعتقد أنك أخبرتني عن رغبتك في الزواج منها، أليس كذلك؟ وبنشوف بنته وهي بتقول له: أبي، توقف عن هذا، لن أوافق. فبيرد على السيد لي: فينغ، لا تكوني فظة، هذا هو الزواج الذي عقدناه أنا وعمك ياو عندما ولدتي. وبنشوفها وهي بتقول لكوانغ: يا كوانغ، على الرغم من أن هذا الزواج قام به شيوخ كلتا عائلتينا، فأنا لست على استعداد للزواج من رجل أضعف مني. إذا كنت تريد الزواج مني فيجب عليك إكمال الاختبار، وإذا لم تستطع فعل ذلك يجب أن توافق على الانسحاب من الزواج. فبيقول لها السيد لي: لينير، كيف لك أن تصبحي أقل عقلانية؟ ما الذي تتحدثين عنه؟ ياو هاي وأنا صديقان، هل تجرؤين على كسر قسمنا؟ فبيقول لهم كوانغ: لا أعرف ما الذي تريد الأنسة لي أن تختبرني عنه. فبتقول كوانغ: إذا تمكنت من هزيمة عائلة يانغ فستوافق يانغ تيان هو على الزواج، أو سأموت بدلا من قبوله. فبيضحك عليها كوانغ وهي بتستغرب، لكن كوانغ بيجرب منها وبيقول لها: ما ترينه بالعين المجردة سطحي، وما يحدث هنا الآن ليس مهما بالنسبة لي، وهذا يشملك بالطبع، لكن أينما ذهبت ستلاحقني المتاعب. وبنشوف السيد الشاب وهو بيكلم أبوه وبيقول له: أختي في الواقع تحمر خجلا. فبيرد عليه: يبدو أنها زين لهما دراما معينة. حسن كوانغ، أنت متعب أيضا، لذا خذ قسطا من الراحة مبكرا. فبيرد على كوانغ وبيقول له حسن. وبنشوف كوانغ وهو مستلقي فوق المنزل ويتذكر الرجل الذي قام باغتياله في حياته السابقة وبيقول: شون يون، سأقتلك بيدي. وبينتقل بين المشهد وبنشوف رئيس عائلة لي في اجتماع، وبنشوفه وهو بيقول: كان كوانغ في عائلتي منذ فترة، ألا تعتقدين أنهما عليكم الخروج مع بعضكم البعض؟ فبيرد عليه ابنه وبيقول له: إنه في المنزل يتدرب طوال اليوم، إنه أفضل حالا من أصدقائي. فبيقول له السيد لي: لقد أخبرتك من قبل، ابتعد عن أصدقائك، إذا قمت بالتسكع معهم مرة أخرى سأكسر ساقيك. فبيرد عليه بيقول له: أبي، ليس الأمر أننا نتسكع معا، لكن إنه يسقل دائما في المنزل، أليس من الأفضل ألا نزعجه؟ فبيقول له السيد لي: حسنا، إذن اذهبا أنتم الاثنان وخذا غوانغ إير حول مدينة باتياو، لا تدع هذا الفتى العجوز يوها ويقول أنني لم أهتم به جيدا. وفعلا بنشوف أن السيد الشاب أخذ أخته وبيقول لها: أختي، هل تظنين أنه من الأفضل لك أن يخطبك هذا الفتى أم أن تخطبيه بنفسك؟ فبترد عليه بتقول له: ماذا شياو فين؟ هزمت من قبله وتخشى الظهور أمامه، أليس كذلك؟ فبيرد عليها: ماذا أخاف منه؟ حتى لو كنت سأكون صهرة في المستقبل فلن أخاف منه. بعدها بنشوفهم هما الاثنين هما متوجهين إلى غرفة كوانغ وبتقول: بما لأنه مشغول لنخبره ذلك في وقت آخر.
لكن أخوها بيتقدم وبيفتح الغرفة بتاعت كوانغ، وبيتفاجئ من قوة الصقل التي يقوم بها. وبنشوفها وهي بتقول لأخوها شياو فينغ إنه يثقل، دعنا لا نزعجه. فبيرد عليها لقد وصل هذا الطفل الصقل باستماتة، لكنه فقط وصل إلى رتبة سيد فنون دفاع عن النفس ذو 6 نجوم، إلا أنني أقضي يومي في اللعب، إلا أنني أتدرب أسرع منه، سأوقظه، ألا يستطيع أن يدرك أننا ننتظره؟ أنا غاضب جدا. وفعلا بيجرب من كوانغ، لكن بصدمة بيسقط على الأرض وبيقول ماذا يحدث، جسدي لا أستطيع تحريكه. فبتجري عليه أخته بتقول له انتظر سوف أخرجه، لكن أول ما تجرب هي التانية بتسقط من ضغط هالة كوانغ. فبيقول لها أختي لا عجب أنه لم يستطع اكتشافنا، لقد شوه تشكيل الجاذبية، الهروب من الداخل والصوت من الخارج لا يمكن أن يدخل على الإطلاق، في الواقع أنه يثقل بشدة. وفعلا بنشوف كوانغ وأنه هالة الصقل الخاصة به كثيفة جدا، وبيقولوا ربما أنه قد يخترق المستوى الآن. وفجأة بياخد باله كوانغ منهم وبيقول ما زلت محبط بعد الشيء، أنتم متى جئتما هنا؟ فبتقول الأخت هل أثرنا عليك اختراقك؟ فبيقول لها كوانغ لا، لقد كنت مركزا جدا، ماذا تريدان مني؟ فبيرد عليه السيد الشاب نعم طلب والدنا منا اصطحابك في جولة حول مدينة بيتاو. أوه حسنا أود الخروج. فبيقول له لا بأس، هذا لقد قمت للتو بإعداد مثل هذا التكوين الثقيل للجاذبية، هل يمكنك تحمله؟ فبيرد عليه كوانغ ألم تراها الآن لا تستطيع تحمله؟ فبيرد على السيد الشاب ممن قال أنني لا أستطيع تحمله؟ لا بأس دعنا نذهب. وفعلا كوانغ بيخرج وهم بينظروا ليه بتعجب. وبينتقل بين المشهد لمدينة تياو، وبنشوف كوانغ وهم الثلاثة ماشيين ورايحين لشخص، فبيقولوا له مرحبا يا صاحب المتجر. وبنشوف كوانغ انه بيسأله عن بعض الأشياء، فبيرد عليه الشخص بيقول له في الواقع تريد مواد كافية لمتطلبات صقل شابين، يجب أن يكون لهذا الشاب هوية غير عادية. فبيقول له التاجر أيها الرجل المحترم أنا آسف حقا، فهذه العشبات هما أهم المكونات لصنع بيودان، كيف يمكننا الحصول عليهم من متجري الصغير؟ فبيرد عليه السيد الشاب أنت مجرد سيد فنون قتالية من فئة 6 نجوم، لماذا تحتاج هذين المكونين؟ فبيقول له كوانغ أرغب أيضا في التحضير مسبقا، فهل توجد دار مزادات هنا؟ فبيستغرب السيد الشاب وبيقول له دار المزاد؟ تريد شراء شيء ما؟ فبيقول له كوانغ لا أنا أريد بيع شيء ما. وفعلا ننتقل لدار المزادات الموجودة في مدينة تياتاو، وبنشوف واحد بيقول لهم هل أنت هنا لحضور مزاد اليوم؟ فبيرد عليه السيد الشاب بالطبع هل تعتقد أننا هنا لنلعب؟ فبيقول كوانغ أرغب في بيع بعض الكنوز اليوم، هل يمكنني ذلك؟ فبيرد عليه التاجر بيقول له ماذا يريد هذا الرجل المحترم أن يبيع؟ وبنشوف اتنين داخلين المزاد، وبتسلم عليهم تياو بتقول له الأخ خيانة، يا لها من مصادفة أنت هنا أيضا للمشاركة في المزاد. فبيرد عليها بيقول لها حسنا مثل هذا المزاد الكبير نادرا ما يتم مشاهدة أحد من مدينة بيتاو، لذا اصطحبت أختي لمعرفة المزيد عنه. وبنشوف السيد الشاب وهو بيقول لكوان لا تلومني لعدم تذكيرك، هذا يانغ تياو هو من أفضل جيل من الشباب في مدينة بيتاو مع قوة صقل 9 نجوم. وبنشوف السيد بانغ وهو بيقول شينغ لانغ من هو هذا الشاب؟ فبتقول له إنه الابن الأكبر لعائلة ياو في مدينة بوتشين المجاورة بغوان، إنه خطيبي. فبينصدم من الكلام ده وبيقول بغوانغ صحيح؟ هل تعتقد أنك مؤهل لتكون خطيبها؟ بنشوف كوانغ وهو بيقول له أعلم أن اسمك هو بوتيان بانغ، سمعت عن سمعتك بمجرد دخول المدينة، لكن بالنسبة له بصراحة بعد رؤيتك شخصيا لا أعتقد أنك جيد كما تقول الشائعات. فبيرد عليه بانغ يا فتى لا أعلم من أين تأتي ثقتك بنفسك، لكن يعتمد ذلك على قاعدة صقل سادة الدفاع عن النفس من فئة 6 نجوم. فبيقول له كوانغ تستطيع المحاولة؟ فبيرد عليه حسنا سأحاول. وهما الاتنين بيهجموا على بعض في نفس الوقت، لكن بانغ بيتراجع بسرعة وبيتفاجئ من قوة كوانغ،
وبيقول له: يا فتى أنت حقا مسير. لكن كوانغ بيرد عليه: هل ما زلت قادم؟ وفجأة بنسمع صوت بيقول لهم: أوقفوا كل هذا، أنتم الإثنين كيف تجرؤون على القتال هنا؟ في مزاد كوانغ غيان الخاص بي: استمعوا إلي، إذا تجرأ أي أحد منكم على القيام بخطوة سوف أقتله على الفور. فبيرد عليه بانغ وبيقول له: حسنا، أنا أقدر السيد وانغ يو الكبير. فبيرد عليه السيد وانغ: السيد المحترم، بدون دعوة لا يمكنك الدخول. فبنشوف بانغ هو بيقول لكوانغ: ليس لديك بطاقة دخول حتى، وما زلت تريد الدخول؟ فبنشوف السيد الشاب وهو بيقول: حسنا، اعتقدت ان الجميع يمكنهم الدخول. فبيبص على كوانغ وبيقول له: اذا كنتم تريدان المشاركة في المزاد يمكنني اصطحابكما معي، هذه هي دار مزاد غوانغيان، اليس كذلك؟ فبيرد عليه الرجل وبيقول له: اجل سيدي. فبيقول له كوانغ: حسنا، هل تعرف هذا؟ وبيطلع كوانغ شارة ذهبية منه وبيوريها لهم، وبينصدم كل الحاضرين. ولهنا نوصل لنهاية الفصل بتاع النهاردة، فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقات القادمة. لكن اهم حاجة ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.